أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والطور وكتاب مسطور في رب منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والبحر الممنوع. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم وأطعمهم ربهم على الجحيم.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم والذين آمنوا واتبعوا بعثهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون كأسا لا فيها ولا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا قد أهلنا وفي أهلنا فمن الله على ووقع عذاب السموم إنا ما كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص
المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تتفعل له بل ما فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عند خزائن ربك أم المسيطرون أم لم نسلم يستمعون فيه فليستمعوا بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون أم لهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا المكيدون أم لم نهناه غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا
فمن السماء ساقط يقول له سحاب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا ينفع كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النهار.